أكيد كلنا بنشوف الإبهار والعظمة اللي بتحصل على أرض مصر في مهرجان العالمين، اللي الحقيقة كل يوم بننبهر أكتر وأكتر باللي بيحصل أكيد في مدينة العالمين الجديدة. إدارة المهرجان أعربت عن سعادتها البالغة بتشريف فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للمهرجان، وبتتشرف إدارة مهرجان العالمين الجديدة بأن تعرب عن أسمى مقامات التقدير والاحترام وأبلغ معاني الترحيب والحفاوة بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبصحبته الشيخ سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في جولة كريمة بين رواد المهرجان وأهالي مدينة العالمين الجديدة الكرام. واستسعت إدارة مهرجان العالمين الجديدة والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بهذا التشريف والتكريم، فإنها تفخر بأهالي محافظة مطروح وعموم المصريين بوجود المهرجان على أرض مصرية شهدت أكبر تحول من الصحراء والألغام إلى التنمية والعمران لتصبح نموذجا بين أبهى المدن العالمية. وتستقبل المهرجان الأبرز في الشرق الأوسط ولتتميز بكونها موقعا مميزا لتحقق الأحلام بلا حدود، وذلك بفضل أيادي مصرية وجهود مخلصة لقيادة سياسية واعية وملهمة وقادرة على صناعة الأفضل لأبناء مصر. بفضل الله وتوفيقه لتصبح بهذا مدينة العالمين الجديدة أيقونة للبحر المتوسط، وليصبح مهرجان العالمين الجديد حدثا تنمويا وإنسانيا يتبنى مشروع صناعة الوعي وبناء الإنسان الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي شرفنا بزيارته. وأخي سمو الشيخ محمد بن زايد مهرجان ومدينة العالمين الجديدة بين أبناء مصر وزوارها وبخير وأمان، طبعا داعين الله أن يحفظ القيادتين الحكيمتين لما فيه خير مصر والإمارات. طبعا حاجة محترمة جدا جدا وعظيمة جدا بالتأكيد، وقد إيه يعني فخر للسياحة المصرية وان احنا بنسلط الضوء على الحاجات الحلوة اللي في بلدنا بالشكل ده. وزي ما قلنا انت حولت مكان من حاجة الغام ومكان عادي جدا جدا يعني صحراء يعني الى المشهد العظيم ده اللي كل الناس من كل انحاء العالم بتيجي عشان تشوف المكان العظيم ده. عاجل رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة مهرجان العالمين الجديد بجولة تفقدية داخل المهرجان ومؤتمر صحفي ويلتقي الصحفيين والإعلاميين. حاجة محترمة جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين المشهد بيتحدث عن نفسه بالتأكيد، الصورة بتتكلم عن نفسها، حاجة في منتهى الرقي وحاجة عظيمة جدا جدا. بنتشرف ان المهرجان المحترم ده والمشهد العظيم ده على الأراضي المصرية بالتأكيد.